بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل الجزء الثاني من المحاضرة. احنا اخذنا البيري سايكليك وقلنا في ثلاث تفاعلات رئيسية اللي هي الكترو سايكليك سايكلو اديشن شنو بعد والسيجماتروبك وشفنا شنو هو الكترو سايكليك اما يوني موليكولر رياكشن اما يتضمن اوبن رينج او شنو كلوزر رينج. اليوم السايكلو اديشن لا هو سايكلو اديشن يعني شنو تفاعل غلق يعني عندي A زائد B يعطيني شنو تفاعل غلق وممكن يصير يعطيني يون موليكولر ولا لا هاي النوعية بالبولي سايكليك لا اثنين هاي يتفاعلون وراح نشوف. وانتو عادة شقد راح تقرا او تمشي واحد فيكم يكمل هذا اللي المسنج عنده ويا طلابنا اللي هو مثلا تقول له شنو اثنين زائد اثنين ياخذها بس ياخذها بغير مكان ما ياخذها تفصيلية هنا يقول لك هاي تفاعلاتها وهاي الميكانيزم مالها. يعني احنا من راي اخذنا تفاعلات تذكرون ذاك الكورس اخذنا ديزال دام بس ويا من اخذناه؟ ها؟ تحضر شنو؟ بالبايرون؟ لا ديزال دام لا يعني هو الكورس الاول اخذنا ديزال دام همتين اخذناه بالكورس الاول ويش كارمون فورميشن ذكروا له لا قلت لكم هاي بعدين بس اخذنا مثال عنه بس هو بالاصل ليش احنا عزلنا هاي المركبات بهاي الصيغه ليش؟ او هاي التفاعلات لان الميكانيزم مالها شو يصير؟ لها خصوصيه تختلف عن الميكانيزم مال التفاعلات الباقيه. بعض ساكن اديشن رياكشن بتوين تو كومباوند وذ باي بوند تو كومباوند وذ باي بوند تو فورم اسايكليك برودكت وذ تو نيو سيجما بوند. يعني اول شيء عندي مركبين اي زائد بي واثنينها لازم شنو بيها؟ اثنينها لازم شنو بيها؟ بيها باي بوند وش راح تعطيني؟ تو فورم سايكليك برودكت وش قد؟ راح يصير عندي اثنين سيجما جديد يعني انا صارت عندي اسطين سيجما جديده. هسه احنا تشوفون المفاهيم تذكرون الجدول اللي اخذناه بالبدايه اللي قلنا هذا سيجما زي باي تروح سيجما زي هذا اثنين باي تروح ايش قد يصير؟ او هذا ما يتغير بيه بالسيجما تروح لا راح يزيد بيه سيجما راح يزيد بيه باي. فاذا اول قاعده انت عندك مركبين بهن شنو؟ بها اواصر على الاقل هذا باي وهذا باي على الاقل يعني شنو الباي؟ عاصره مزدوجه على الاقل بعاصره مزدوجه يتفاعلون شو يكونون؟ مركب حلقي بشنو؟ باثنين سيجما جديده وثتون يو سيجما بوند. انتبهوا لي هاي النقطة. لايك الكترو سايكليك رياكشن سايكلو اديشن ار كونسيرتد شنو؟ ستيريو سبيسيفيك رياكشن اند ذا كورس اوف ذا رياكشن از ديترمايند باي ذا سيمتري اوف ذا مولكيولار اوربيتال اوف ذا رياكتر. نفس القصة. نفس القصة. سايكلو اديشن كونسيرتد ستيريو سبيسيفيك اذا نفس الكترو سايكليك هو عبارة عن شنو؟ ستيريو سبيسيفيك وهذا الميكانيزم نفسه شفنا هناك يعتمد على شنو؟ على الاوربيتال. وهم راح اطبق عليه يا قاعده قاعده وود ها يا قاعده راح اطبق عليه وود اللي هي شفناها احنا شلون اي وشفنا تذكرون الروتاتري الكون روتاتري واضح؟ طلعوا وياي هسه السايكولوجي كان بي انيشيت باي هيت يعني حتى اسوي التفاعل احنا شفنا هناك بالالكتروسايكليك شنو التفاعل؟ اما هيت او لايت يعني اما فوتو تفاعل ثيرمال او فوتو اما ثيرمال او فوتو لا نفس القصه ممكن يصير ثيرمال كونديشن اور لايت اللي هو فوتو كيميكال كونديشن نفس الكونديشن يصير بالالكتروسايكليك. وشفنا هناك تتذكرون بالاخير قلنا هذا الاربعين والاربعين زائد اثنين ممكن يصير لا التفاعل يصير ممكن ما يصير واضح؟ بالاعتماد على شنو؟ على التداخل اوربيتالات. نفس القصه سايكل جار اديشن باي ذا نمبر اوف باي اكسون اند ذا تو رياكتنت. الديز الدر اللي هو ثيرمال 4 زائد 2 ديز الدر داين احنا ماخذين داين زائد 2 هو انتم تفهمون شنو الاربعه ان زائد 2 الداين كم اصر به؟ 2 4 يعني 2 كل مزدوج مزدوجين 4 والالتين اثنين فما يقول 40 زائد 2 يعني بادي مركب بعصر 2 مزدوجه زائد 1 بعصر مزدوجه وجاي من تحت
ها معناها 40 سنتيم. من اقول 2 زائد 2 شنو معناه؟ الكيلو يا الكيلو. من اقول 4 زائد 4 داين يا داين. واضح؟ هاي كل الفكره هذه. انا اريدكم انتم كبدايه بس تفهموا الفكره المبسطه. باع وياي مرات بالادفاس شويه اذا بالدراسات. احنا بنقول 4 زائد 2 بنقول داين الا اصل كم زوجه. بس احيانا ما نقول الداين نفسه فقط بس داين. يعني عصره مزدوجه وعندي كربونيل او عصره مزدوجه عندي ايون كبير باع وياي. Between داين with 4 باي الكترون اند انا الكيل داينوفيل. هذا داينوفيل داينوفيل يعني ممكن يصير كربونيل ممكن يصير شنو سي دبل بوند ان. مو انا عندي ويا العصره المزدوجه عندي ويا العصره المزدوجه يعني مو اما عندي اصلا مزدوجه او عندي فشي اسمه داينوفيل. اكتبوا برا هذا داينوفيل شوفوا لي شنو مصدر راح تشوفون فجدوا الحين كبير عريض علي حتى بنسكروا بيدي. تبوا يا هسه هذا مثال المن ساكلوا هذا الشيء. هسه احنا بالالكتروسايكليك مو قلنا اما فتح او غلب هنا كله غلب بس راح نسوي تصنيف للسايكلو اديشن. يعني نقول هذا التفاعل 2 زائد 2 او هذا التفاعل 4 زائد 2 او هذا التفاعل 4 زائد 4. زين هسه هذا التصنيف ار اكوردنج تو ذا نمبر اوف باي الكترون يعتمد على ايش قد نمبر اوف باي الكترون ذات انتراكت ان ذا ريأكشن. من اقول 4 زائد 2 باعوا وياي 2 4 وين الاثنين الاخ؟ هذا الاثنين دفع بس هذا التفاعل. من نجي على الميكانيزم الميكانيزم كل سهلة خطوتين فقط. هذا يهاجم هنا تبوا وياي هذا يهاجم هنا وانتم شايفين هذا من يهاجم ليش؟ هذا يهاجم شنو السبب؟ هذا يهاجم شنو السبب؟ انا مو عندي كونجكيتد وعندي طرف راح يصير موجب وطرف راح يصير سالب. هذا راح يهاجم هنا هاي الاسره هي هنا راح يصير زياده منه هذا نقص هذا راح يهاجم هنا ايش راح يصير؟ صار عندي الغلق انتبهوا وياي صار عندي الغلق هو اربعه 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 وهاي ايش قد؟ هاي خماسيه. احنا مو قلنا تروح اسره ويصير عندي اثنين سيجما. هسه هاي سيجما وهاي سيجما هاي سيجما وهاي سيجما اللي هي هذه صار عندي حلقه حلقه سداسيه اربعه زودت اثنين سيجما صار عندي حلقه سداسيه هذه ويا من ارتبطت ويا هذا الالكين فهمتوا؟ فهمتوا؟ ما يصير عندي ريارجمنت هنا هذا مو ريارجمنت انا اصلا مزدوجه وهي فقدت وحده هي اثنين تروح عصرتين تروح تبقى وحده هاي راحت وبقت بس وحده. شوف الجدول بس تبع الجدول وراح تشوفه. من اقول 2 زائد 2 اقول 2 زائد 2 هذا الكين وهذا الكين ايش تتوقع يسوي لي اصله زين؟ رباعيه لان هو 2 مو هاي اصله سيجما بسيجما صح ولا لا؟ باعوا بس هذا نفس الشيء اجى هنا وهذا اجى هنا انتبهوا على التعويض كل التعويض صار على هذا الكربون باو شوف هاي سي اتش 3 راحت باو سهلة مو كل سهلة ساكلة باعوا وياي هذا 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 شو نسميه هسه؟ نفس الديزالتر اللي هو ايش قد؟ داين وشنو هسه؟ انتبهوا داين وداينو فيل داينو فيل داين وداينو فيل اللي هو داينو فيل شنو؟ اللي بيزل اللي بيعاصر المزوجة الأخرى باع وياي هسه هذا هسه هذا باع هذا ديزالدر هذا 2 زائد 2 ساكلو اديشن ليش سموه ديزالدر هذا هذا ما سموه ديزالدر ها؟ عفية هو هو أول واحد عفية واللي هو اللي يتفاعل هذا بس لقى على ذني مو على ذني هذا داين وعشرين قال انا سويت سوى باع هسه هذا شن طاني؟ هسه هذا ستيريو سبيسيفيك صار عندي اسره مزدوجه وباع ذني الحمر تنتبه عليها ذني الحمر شنو هي؟ سيجما ذني سيجما اسرتين سيجما
كل السهل ديز على ضرب رودكس نيو سيجما بوند شون ان ريد. هسه هاي التفاعلات بيش ده تصير تبع لي هاي حرارة هاي مطر الكونديش هذا بيش هذا ضوء اللي هي قلنا عليه بالبداية لان احنا هاي التفاعلات ممكن تصير بالحرارة ثيرمال كونديشن ممكن تصير بيش الفوتو كيميكال كونديشن اللي هي باللايت. هسه بالفوتو كيميكال 2 زائد 2 سايكلو اديشنال كور بتوين 2 الكين يعني هنا انا عادة انتو هسه انتو بالصف الثالث في التقعد اخير كورس عضوين من يصير تفاعل فوتو كيميكال عادة شنو يريد؟ يعني ظروف اقوى ولا لا؟ صح ولا لا؟ اقوى يعني الحرارة ممكن انا مسخن ب 80 ب 70 ب 90 بس بهذا انا من طيوبي لايت صح ولا لا؟ فشريد سوي انتقالات اعلى صح ولا لا؟ ما هو جاي هسه هذا between two each with two pi electron to form a cyclobutane the thermal cyclation do not take place. هسه المعلومات اللي اخذناها تقريبا بيش في الالكترون سايكلي تتوقعوا ليش ما يصير؟ ها؟ لا احنا كل هسه كل ميكانيزم مالنا له علاقه بيش بالمايكرو اوربيتال ثيوري فرونتير اوربيتال ثيوري اللي هي شنو اللي هو تداخل فتوقع هسه احنا هذا صحيح هذا المفاوش راح يسوي لنا راح يسوي لنا اوربيتال بنفس الاتجاه ويسوي لنا تداخل واضح؟ باعوا جاي هسه مره اخرى هسه هذا شو اختلف عن هذا؟ كله احنا بس تغير الستركشر مال المركب بس كفكره هو شنو؟ 2 زائد 2 كفكره 2 زائد 2 هذا الكين عادي وهذا سكسينيكال هايدرايد شو طالي؟ طالي حلقه رباعيه شوف هذا بالضوء يقول الكترون نيو سيجما بوند بالحراره ما يصير وبالضوء ما يصير مبدئيا انت ليش تعرف بالحراره ما يصير بالضوء ما يصير؟ اي احنا فهمنا هسه مبدئيا ليش؟ واضح؟ هسه هذا التساؤل ينقلك وين؟ الاوربيتال سيمتري اند سايكلو اديشن اللي هو وين؟ اول ما اخذنا احنا الموريكلر الموريكلر اوربيتال فيلد واضح؟ هسه تو اندرستاند سايكلو اديشن اكشن حتى نفتهمه لازم شو نسوي؟ ويكزامن ذا شنو؟ بي اوربيتالز اوف ذا تيرمينال كربون اوف بوث ريأكتنت لازم نشوف اوربيتالات البي وين؟ هاي اللي شايله هذا الكربون وهذا الكربون بلاسمز وهذا اللي حتتداخل اذا صار بها تداخل شو يصير؟ يصير التفاعل اذا ما صار بها تداخل شو راح يصير؟ شو راح يصير التداخل؟ تذكرون الفصوص اللي اخذناها؟ مو اللي هو هذا شو سميناه الفصين؟ ذاك الاسبوع جينا عليها ها؟ هسه راح اعيدها راح اشوف سهله بوندينج كان تيك بليس اونلي وين لايك فيس لايك فيس نفس ذا فيس هذا اللايك فيس صار تذكر كنا في احمر وازرق او شويه متروس اسود وذاك كفاله اذا لايك فيس يصير بها صار بها اوفرلاب يصير تيك بليس ريدكشن اذا لا هو هاي انا قلت لكم 40 و40 زائد 2 ايش راح تفرق على هذا؟ هذا قصدي راح تفرق على السيمتري احسن تداخل واضح؟ زين لايك فيس اوف بوستيت اوف بي اوربيتالز كان كومباين تو مودز اوف ريأكشن ار بوسيبل هسه انتبهوا وياي احنا هنا قلنا كورتيتري شنو؟ فيسروتيتري هنا راح تتغير المفهوم راح يصير عندنا سوبرا فيشل وبعد ها؟ هسه راح نشوفها هسه السوبرافيشال سايكلو اديشن اكور وين لايك فيس اوف ذا بي اوربيتالز اوف بوث ريأكتنت ار اون ذا سيم سايد شو نسميه؟ سوبرافيشال اللي هو المن يقابل ها؟ يقابل ايش قد؟ لا يقابل كون روتيتري لو ديس روتيتري ها؟ لا السوبرافيشال اذا مشابهين
يعني هذا الازرق ويا الازرق ولا يعني لايت سوبرا فيشال سايكل اديشن اكور وي لايت فيسز اوف ذا بي اوربيتالز اوف بوث ريكتنت ار اون ذا سيم سايد لايك فيسز اون ذا باي سيستم سو ذات تو بوندينج انتراكشن ريزلت. يعني هسه احنا بالدستراتر مو هيك يصير مو واضح هسه انترا فيشال بوند ايش راح يسوي لي انا انترا فيشال سايكولوجي اكور وين وان باي سيستم ماست شنو تويست تويست شو اسوي لها هيك اي يعني اطويها تويستنج يعني ما اعرف شو اسوي تو الاين لايت فيسز يعني اطويها وفتحت شنو حتى اخلي الفيس المتشابه بنفس الاتجاه هاري قابل عفي هو تويست التواء عفي تويستنج التواء لايك فيسز اوف ذا بي اوربيتالز اوف ذا تيرمينال كاربون اوف ذا ريأكتنت واضح اوف ذا ريأكتنت لايك فيس اون اوبوزيت ساين انتبهوا يعني واضح هسه الان المفهوم عندنا لازم نفهم اول مره الاوربيتال سيمتري المن للبي اوربيتال المن للأواصر المزدوجة باع وياها of the terminal carbon of both reactants هذا والهذا إذا إذا ذني صار بنفس الفيس باع وياها تمام هذا وهذا إيش راح يصير لنا راح نسميها شنو سبرافيشن إذا لا عكس إيش راح يصير راح يصير انترافيشن انترافيشن الرادة توستينج حتى شو يصير حتى وطبعا استوستنج شتري الطاقة لو شتري تتوقع طاقة كحرارة لو ضع أقوى واضح؟ واضح؟ لا لازم نصف التريع لازم نخليها مقابلة للأوجه؟ لا هسه هسه شوف هسه هسه شوف هسه هذا because of the geometrical constraint of small ring هسه انتو اكو شي اسمه شد الزاوي بين وين؟ بالحلقات الصغار انت راح مو بس يعيقك هذا بس يعيقك انت الحلقه يعني هسه انت مسوي حلقه خماسيه مو مثل مسوي حلقه سداسيه مسوي حلقه رباعيه وثلاثيه ليش؟ ما اخذتوها كفتشي اسمها انجل سترين يعني هسه انت من اسوي اربع نقاط خمس نقاط اسهل لان الزاويه شو تكون مفتوحه اكثر وهذا سايكلو الكين يعني شنو؟ التهجين ماله يبقى شنو؟ اس بي 3 والزاويه ايش قد المفروض؟ 109 فكل ما كان اقرب للزاويه كل ما كان استقراريته اكثر يعني ما اخذ مرتاح واضح وكل ما اني خليته يعني حركه تكون اصغر ايش راح يصير؟ راح يصير بي شو اسمه شد زاوي اللي هي الزاويه المفروض ايش قد 109 وانت مخليها ايش قد 60 يعني تقريبا كم ضاغطها؟ تقدر تضغطها بس فتره إيه مو تنافر هذا شيء يسموه انجل سترين شد زاوي نفس الحاله حتى اذا افتح الحلقه اذا حلقه يصير اكثر يعني مثلا 8 و9 اذا افتحها بالعكس هم هاي عكس يعني هي 109 بس انت مسويها ايش قد 140 مثلا يعني زياده او نقصان اي هو الرينج كل ما يكون مقارب للطبيعي هو اوفر سواء صغرت الحلقه او كبرت واضح؟ سايكل اديشن ذات Form 4 or 6 member ring must take place by suprafacial bifold. That's the rule. Because of the geometrical constant of small ring, cycle addition that form 4 or 6 member ring must take place again by suprafacial. Since cycle addition involves the donation of electron density, رحيم تيجي كثافة إلكترونية مرتين. ماشي. From one reactant to another من الواحد للآخر إيش راح يصير one reactant donate it must loosely held electrons thus cubing its شنو بالهوم والآخر إيش راح يصير والأوربيتال ذات كان accept electron يعني هسه 4 + 2 مو هذا اللي ينتقل من عنده يصير هومو واللي يستقبل شو يصير يصير لهم واضح واضح هسه 4 + 2 هو هذا التفاعل التيبيكال اللي هو قلنا عليه شنو ديلز اللي قلنا عليه ديلز ألدر هسه 4 + 2 هو داين زائد الكين اول تفاعل نقدر ناخذ تفاعل بسيط اللي هو اول تفاعل بسيط ياهو
هسه تفاعل بسيط، هذا ابسط شيء هذا. طب هاي داين والكين عادي. شويه شفنا ممكن ويا من هذا يسموه داينوفيل، داينوفيل. داينوفيل، الداينوفيل اللي هو العصر المزاولك كاربوني وكتكون عصر، بس هذا هذا التيبيكال مالي اللي هو هذا، هذا يجي هنا وهذا شو يسوي؟ يجي هنا، هذا الميكانيزم مالته، وهذا يجي هنا، هذا من يجي لهنا سوالي سوالي عصر مزدوج، وهو اصلا هياته، وهذا اجى من هنا سوالي عصر مزدوجه، وهاي العصر وين؟ هنا شطاني سايكلو هكسين، سايكلو هكسين. طب وياي هسه بعد، هسه احنا حتى هذا بيش ذكركم هذا هسه راح نعرف شو صار له نفس الميكانيزم صحيح. هسه حتى نسوي اكزامن للاربعين زائد 2 زائد 20 بقى ليتس تشوز ذا هوم اوف ذا داين اند ذا هوم اوف ذا الكي. سوى هسه اخذ الهوم والمن مال الداين والهوم مالت من مال الكين. هاي بس روح على المركبه بتاعتي اللي بس وزعها، بس وزع هاي راح تطلع لك هاي الهوم والمن. انتبه وياي هسه من اخذ الهومو وهذا الهومو صار عندي هسه لايك فيس سووا تقابلين صح ولا لا؟ تداخل سهل ولا لا؟ يعني هنا ما 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 صار عندي لا عندي لا توستنج ولا اي شيء. هذا تداخل ويا هذا مشابه ويا هذا، وهذا تداخل ويا هذا، شو يسمينه هذا؟ ثيرمال 4 زائد 2 بيش بالحراره. تتذكرون هاي النقطه؟ تذكرون هاي النقطة؟ يقول geometrical constraint of small ring cycle addition that form 4-6 راح يصير superficial. ها بقى هو شلون حلها هنا؟ يقول لك راح ناخذ المن اللي يعطي donating electron، شو راح نسوي له؟ donate mostly held electron thus cubing homo. واضح؟ والvacant orbital that can be accept electron شو يصير؟ لومو. هو هنا شنو اخذ؟ هسه هذا اول واحد. يقول لك راح ناخذ الاوربيتال مال الداين شنو هو، وناخذ الاوربيتال فيس مال منو الالكين لومو. صار عندنا صار عندنا 2 سيجما بوند وسمينا التفاعل 4 زائد 2 صار سوبر فيشل. هذا بيش بالحراره، ذاك تفاعل ديزل ذاك تيبيكال بالحراره، سخن ويصير التفاعل، جيب الكين داين سخنه ويصير حراره، وين ما تخليه بالضبط. واضح؟ هسه Look at the symmetry of the p orbital on the terminal carbon. بقى هسه هذا terminal carbon وهذا. هسه شفتوا هسه الاوفرلاب؟ الاوفرلاب وين راح يصير؟ Like face of both sides. هسه انتبهوا هذه الملاحظة. This is a specific example. المن of a general cycle addition involving an odd number of باي بوند. شنو هو النمبر؟ عدد زوجي، عدد زوجي، يعني ها اثنين واربعة ستة، يعني عدد زوجي، يعني اثنين اربعة، مو مرات يجيني زيد، اثنين زائد اثنين هم اود، هسه هسه راح نوضحها بس نعمل قدام. تبوا يا اود نمبر اوف باي، ثري اود زوجي لو فردي. 3 باي بوند توتال تو فورم ذا داين اند 1 فروم ذا الكين. ها فردي لو زوجي؟ ها هسه ايش يقول لك؟ هذا سبيسيفيك المن فور جنرال سايكل انفولفينج اود نمبر اوف باي بوند. ابوي 2 1 3 شو الثاني هسه؟ 3 باي بوند يعني ثلاث اواصر مزدوجه سلطتني to form the diene and one form the alkene. واضح؟ هسه بعد ملاحظه اخرى في thermal cycle addition involving an odd number of pi bond processed by superficial pathway. يعني هاي قاعده نفهمها مو بس المشي على
وفقط المشي على التداخل هسه راح نشوفه على يعني راح نشوف على 4 زائد 2 4 راح نعرف بس غير مره راح يطلع لي الاو او ذاك لا فوربيدن وبالعكس باللايت راح اقول الاو فوربيدن هنا أنا هاي الملاحظه بالثيرمال سايكلو اديشن اذا هذا الثيرمال سايكلو اديشن فولفينج ان اود نمبر منين اوف باي بوند بروسيس ايش راح يصير بروسيس سبرافيشال باثوي هسه شفناها هنا مو سبرافيشال باثوي واضح هسه بما انه ديز الدر ايش راح يسوي لي Superficial pathway. The stereochemistry of the dyne is شنو detained in the disease elder product. إحنا شقلنا عليه هذا الستيريو مالتين. تفاعل بالبداية ستيريو. ليش هسه فهمتوا ستيريو سبيسيفيك؟ فهمتوا ستيريو سبيسيفيك؟ هسه بقى as a result reaction. شوف أنت أبو الآية هسه. تعرفون الـ E والـ Z مو؟ أخذتوا له لا؟ الاي والسي الاي عندنا سيزو ترانس الاي والسي مو سيزو ترانس لا تقابل السيزو ترانس ليش؟ يعني احنا ما عندنا متشابهين متقابلين بس راح ناخذ على الويت على الوزن اللي يصير على الاصابع المزدوجه اذا الاوزان العاليه متجاوره شو نسميها؟ سيز اللي هي شنو هي؟ اي مو واذا الاوزان متقابله شو نسميه؟ ها راح يصير زي واضح تبعوا وياي هسه هذا تفاعل ديز الدر واضح ليش ديز الدر 4 زائد 2 ما لي علاقه اني تبعوا وياي انا اخذ مقطع المد العاصمه المزدوجه بكيش تعويض ما لي علاقه بي حلقي بي منه ومن اجل التعويض انا اخذ بس هذا شغلي وين هنا هسه هنا مهما يكون تبعوا وياي هسه هذا يقول لك 2 اي و4 اي 2 4 هكسادايين بالحراره ايش راح يصير؟ ايش اخذنا احنا؟ الهومو مالت من؟ مال الداين واللومو مالت من؟ مال الالكين صار عندي تداخل ايش طلع لي؟ طلع لي سيس استنوا سبيسيفيك لو لا شنو سبيسيفيك؟ انتبهوا وياي على الثاني ايش طلع لي؟ ليش؟ هاي صايره زي تبعت هسه زي كانه متقابله والله هاي 2 اي و4 زي شو الثاني؟ فهمتوا هسه؟ هسه هذا شنو ديز الدار ايش بيه هو؟ ستيريو سبيسيفيك ريأكشن ستيريو سبيسيفيك ريأكشن فهمتوا؟ يعني عندي سيز يطلع لي سيز عندي ترانز يطلع لي ترانز حتى افتهم الناتج راح يطلع لي واضح؟ هسه احنا اخذنا ال 4 زائد 2 ش اخذنا به؟ هذا اول شيء اود نمبر اوف منو؟ اوف باي الكترون، اود نمبر اوف باي الكترون هاي وحده، بعد ستيريو سبيسيفيك وحراري، افتهمنا ليش بالحراره؟ هسه من راح ناخذ الاثنين زائد اثنين، هسه كانه قاعده راح نشوف الاثنين زائد اثنين يصير هسه صار عندي ايفن نمبر مو؟ هسه بالاربعه زائد اثنين بالفيزا 2 does not occur under thermal condition. من البداية ايش قلنا عليه؟ أخذناه من النار. قلنا ما يصير بالحرارة يصير بالضوء. يعني معناه إذا أخذ الهومو مال هذا واللومو مال هذا بالثيرمال كونديشن ما راح يصير الفيس لايك فيس نفس الاتجاه صح ولا لا؟ معناه بالعكس فشنو أحتاج؟ أحتاج ضوء حتى شو يصير لي؟ حتى يسوي لي تويستنج يصير لي تداخل هسه باو داز تيك بليس فوتوكيميكال ذيس ريزلت از اكسبلين باي اكزامينج هاي النتيجه حتى لازم نعرف لازم شو نسوي لازم نروح على البي اوربيتال نروح على البي اوربيتال ونشوفه شلون راح يصير هسه بالثيرمال سايكلو اديشن انتبهوا وياي لايت فيس اوف بي اوربيتال ايش بيه؟ on only one set of terminal carbon. تمام شوف. one set بالترمينال يعني جاي هيجي بالهومو واللومو صاير هيجي. شو راد له هسه هذا؟ راد له توستنج يلا. over for light faces to overlap on the terminal carbon the molecule must twist to allow شو يصير؟
تو الاو فور انا انترا فيشل بس هسه صار خذ الهومو والهومو واللايت فيس بالاوبوزيت سايد باع وياك هذا وين هذا فوق وهذا واحد عكس الاخر ما راح يصير تداخل فش لازم شو نسوي نسوي تويست حتى شو يصير لي حتى يصير لي تداخل بين لايت فيس هسه تبغى هسه وين رحنا؟ هسه ها هومو اوف فان الكين هسه هاي الهومو وين؟ اكزايتد ستيت يعني سوينا لا صعدنا سوينا الهوم بالاكزايتد ستيت يعني سوينا تويستنج حتى صار عندي حتى يصير تداخل انتبه شلون صار تداخل؟ حتى يصير تداخل ويصير تفاعل هاي سميناه وهنا لازم انترافيشن واضح حتى يصير عندي وين هنا حتى صار لي بالحراره حتى صار لي بايش صار لي بالحراره شوف انت يقول بالفوتوكيميكال 2 زائد 2 سكاد لايت انرجي بروموتس ان الكترون فروم ذا جراوند ستيت هومو طاقه مالت وين مال الضوء راح يسوي لي بروموتس ان الكترون فروم ذا جراوند ستيت هومو تو فورم ذا شنو اكسايت ستيت هومو وهنا اشرح انتراكشن اوف His excitation homo with the lomo of the second akin then allow overload. راح يساعد لي الطاقة العالية يسوي لي توستنج حتى يسوي لي شنو؟ اوفر يسوي لي تداخل overload. فهمتوا ليش يصير؟ يعني هو انترافيشيا انا اسوي سوبرافيشيا. اي بس بكل الاحوال انا سويت له انا هسه بكل الاحوال هسه ثبتت كانه قاعدة عندنا انا اخذ الهومو واللومو الهومو مال الداين مال الاول واللومو مال الثاني وشوف التداخل اذا الفيس واحد ويا الاخر راح يصير ضوئي حراره سوبر فيشل وشفنا وين هسه خلينا نشوف القاعده وين بالاود اللي هو اربعه مجموعه اربعه زائد اثنين يعني ثلاثه اربعه صار عندي واضح هسه تبغى وياي This is a specific example of general cycloaddition involving on you know even number of pi bond شوف 2 pi bond total one form each alkene يعني هسه احنا اذا عندنا 4 زائد 4 شو يصير هسه 2 زائد 2 4 زائد 4 اتوقع يصير ما يصير هسه اي هسه الأربعة زائد أربعة ما أتوقع يصير بالحرارة يصير وين؟ بالضوء ليش؟ لأن يعني هذا الفيس نفسه بس أجيب اثنين هنا بعد والفيس من أخذه بالهومو واللومو ما راح الفيس مو متقابل زين راح يصير أوبوزيت سايد شنو أنطيه؟ أنطيه ضوء حتى شو يسوي لي باع وياي ذني بعض الملاحظات أخرها وخلاص بس عليك كيف يبين وخلاص يعني ليش مسوي لكم هايلايت عليها؟ لخصها هي خلاص ليش؟ هذا attraction is excited state وين؟ with the lomo ايش راح اسوي؟ light energy promoted on electron نين؟ from the ground state homo to form the excited state homo واضح؟ من اصعد واسوي excited state homo ايش راح يصير؟ الفيس يصير نفس الفيس light face واضح؟ هذا الفيس راح يقابل هذا الفيس ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تداخل واضح؟ هاي القاعدة قلنا عليها شنو؟ Involving an even number of pi bond اللي هو شنو هو 2 pi bond total شو يسوي لي 1 from each alkene 1 from each alkene أعيده بعد هسه عندي انتبهوا وياي هسه عندي أني cycloaddition cycloaddition تفاعل شنو تفاعل غلط يتضمن شنو؟ تفاعل أواصر مزدوجة، أما تكون أواصر مزدوجة أكين يا أكين، هاي أمثلة بسيطة أو داين ويا من؟ يعني ممكن أنا عندي أواصر مزدوجة ويا من؟ الكربونيل والسي إن هم هذا أواصر مزدوجة، واضح؟ أو الأمبير مالته على صفحة ماذا مثل أواصر مزدوجة؟ راح يشتغل يعني كزوج إلكتروني، واضح؟ هذا السايكلو اديشن راح يصير between two compound with pi bond to form a cyclic product with two new sigma bond. هس مثل الكترو سايكليك ايش راح يصير هذا التفاعل ستيريو سبيسيفيك وشفناه ونفس الكترو سايكليك
الميكانيزم مال هذا لان هي بيريسايكليك صارت ها صارت ميكانيزم لها علاقه بالتداخل الاوربيتالات. احنا هسه ما اخذنا اي ميكانيزم ابوي، احنا قلنا هذا انترميديت وسوالي كارب انيون واجا كلاكلي واجا هاجم منه وحذف لي جزيئه ماي ما عندنا احنا مو صحيح؟ هذا يدخل الاوربيتالات خلص ما يدخل منه بس انتفرت. واضح؟ هسه اول مثال اللي هو تيبيكال سايكلو اديشن اللي هو هذا الداين ويا من؟ ويا الاكين او داين ويا داين. احنا من نقول هسه فهمتوا 40 زائد 2 شنو؟ و2 زائد 2 يعني انا احسب ايش قد؟ عندي اواصر مزدوجه، اصلتين مزدوجه 4، اصل مزدوجه 2. اذا اقول 4 زائد 4 يعني داين زائد داين. اذا اقول 2 زائد 2 2 زائد 2 اكيد زائد اكيد. وباعوا هذا التفاعل هسه هذا بس هذا الميكانيزم مالته قفل. هذا يجي هنا، هذا يجي هنا، هذا يجي هنا، خلاص. انا ايش سويت؟ اختفت عندي 2 اكيد وصارت عندي شنو؟ 2 سيجما وثني السيجما راح تشوفها بعد افضل. هاي السيجما راح تشوفها بعد افضل بالاحمر. لحد الان اوكي؟ هسه حتى نفتهم شلون يصير الميكانيزم. لان هذا التفاعل وهذا شو يقول لي؟ يقول لي هذا التفاعل ما يصير بالحراره بس بالضوء، وهذا يصير بالضوء. او عفوا هذا يصير بالحراره. معناه احنا قلنا هاي التفاعلات بيساكلك معناه شنو؟ معناه لازم نسوي الاوربيتال سيمتري المن بالغلط شو راح يصير؟ وانتم هسه على الاوربيتال سيمتري شفتوا اذا الفيس لايك فيس ايش راح يصير؟ راح يصير تداخل. اذا الفيس مو لايك فيس لازم شو يراد لنا؟ يراد لنا توز حتى شو يسوي له؟ يسوي له الداخل، صح ولا لا؟ هاي التوز غير راد لها طاقه، هاي الطاقه شلون نحصلها؟ اي هم الحراره طاقه اي بس اي ايش راح يسوي لنا؟ راح ينقل لنا الكترون من الهوموزايت ستيت الى الهومو عفوا بالهومو اثنينات بالهومو بس يصير كامل جرام ست راح يسوي لي توستنج هاي كل القصه. واضح؟ هسه هاي الامثله عليها. زين احد عنده سؤال لو؟ هاي القاعدتين لازم ننتبه عليها بالاود والايفن. الاود باب الاود المفرد الاود مفرد. واضح؟ هسه عندي وحده اثنين ثلاثه اذا يقول لك عندك ثلاثه هنا يعطيك قاعده الاود This basic example of general psychology forming an odd number of pi bond 3 pi bond total to form the dyne and 1 form the alkene. زين وهذا الايفن. هسه باعوا تذكرون اخذنا الكاربين؟ ها؟ كاربينات؟ اخذنا الكورس الاول. الكاربين هم يصير بي سايكلو اديشن. انتبهوا وياي. هذا هسه المثال اللي قلت لكم اللي يكون عندي مزدوج الكتروني. هذا شو يصير؟ 2 زائد 2 سايكلو اديشن. تذكرون حتى جبت لكم امتحان بالكاربينات جبت لكم تفاعل غلط. انتبهوا وياي. والكاربينات تقريبا انت ايش تحضر لي؟ تحضر لي حلقات ثلاثيه. انتبهوا وياي شنو الفرق هذا الغلق عن هذا الغلق ابو الاثنين؟ لا ذاك هم كانه 2 زائد 2 لان الحلقه رباعيه. ليش؟ يعني انت عندك التيرمينال كربون 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 فكانه تربط هذا بنا تربط هذا بنا. واضح؟ تبع شلون صار علي؟ هنا بالكاربين ها كانه راس واحد صح ولا لا؟ هي عصر مزدوجه فسوت لي هاجمت على هذا المكان سوت لي عصره ويا من؟ ويا هذا الكربون. صار بها عوز الكتروني هذا الكربون ايش سوى؟ هو علي راس هاجمه فسوى لي حلقه ثلاثيه. تتذكرون حتى بال احنا اخذنا السنجليت والتربليت مال كاربين تحتكم بيدكم شلون دا يصير كلكم جاوبتوا متاكد. باعوا هسه سنجليت كربون هذا بين هسه وين يصير؟ كاربين عفوا وين يصير؟ وين؟ هذا بالسنجليت تمام سنجليت الكترون عفوا هذا بي هسه عندك هم نفس القصه احنا مو عندنا بالسنجليت والتربليت العلاقه بايش؟ بالتوزيع بالاوربيتال تمام
نفس الشيء. هذا الاوربيتال تبع وياي هذا لايك فيس، شفت لي شلون داخل سوالي هاي الحلقه الثلاثيه، واضح؟ يعني هسه انا يصير عندي 4 زائد 2 و2 زائد 2 و4 زائد 4 زين، شو يصير بعد عندي؟ ويصير عندي كاربين، يصير عندي كاربين. بس انتبهوا على الداينو فيل هاي، شفتكم بس اكتبوا عليها شويه، اكتبوا سايكلو اديشن. انتبهوا وياي هسه، هذا الوات وورد هوفمان، الهوفمان رول مال سايكلو اديشن. هاي الاي والجي هسه الاربعين والاربعين زائد اثنين بالثيرمال سبرا وش يصير؟ فوربيدن ما يصير. وبالفوتوكيميكال سبرا وش يصير؟ هلا بالاربعين زائد اثنين راح يصير بالعكس، بالثيرمال سبرا وبال الاود وذاك يصير فوربيدن، واضح؟ انتبهوا وياي، شوف هذا المثال، هذا مثال المن 4 زائد 4 4 زائد 4 هسه انا عندي 4 زائد 4 اوفر ايه، يعني عندي 4 2 و 2 4 1 2 3 4 فهمتوا شنو 4 زائد 4؟ هسه انا قلت اعطيني مثال 4 زائد 4 رياكشن سايكل اديشن اكشن، جيب داين زائد داين، ابسط مثال داين زائد داين 1 2 3 4. انتبهوا وياي هنا راح يصير عندي، تروح عندي 2 بس تبقى عندي شقد؟ اسف هذا وين راح يجي؟ هنا، هذا راح يجي هنا، هذا راح يجي هنا، هذا وين راح يجي؟ راح يجي هنا. هاي صارت 10، هاي صارت 10، ايش قد صار عندي؟ ايش قد صار عندي؟ 1 2 3 4 5 صار عندي 8، صار عندي 8. انتبهوا وياي من اجي اخذ الهومو مالت من؟ مال هذا الداين ويا اللومو مالت من؟ مال هذا الداين. وشوف لبساي هذا، هذا التفاعل يصير لو ما يصير؟ ما يصير. بيش هذا ضوئي له حراره؟ هذا الحراره ما يصير. ليش؟ ها؟ بس انتبهوا، لا انتبهوا على الناتج. هسه ما قلنا لا حراره، هسه قلنا 4 4 بهي الصيغه تنطيني 8 ما تصير. شوفوا طبعا اعطتني هذا الناتج. يعني 4 اعتبرناه الحين عادي ومجموعه. سيدي ايش ما نقدر اسوي هيك؟ خبر ايش اسوي بالحراره؟ وين رحنا هسه؟ رحنا 4 زائد 2 ولكن بقى على صفحه، كانه هذا تفاعل ويا هذا وهذا بقى على صفحه. وصار ثيرمال عادي، هذا بالثيرمال. اوكي؟ لا بالثيرمال ما صار. ها؟ يعني هسه الأربعة زائد أربعة بالحرارة ما يعطينا هذا. ما يعطينا هذا. يعطينا ديز ألدر عادي. لازم تراجعون شوية ذني. شنو السبب؟ زين يعطينا ديز ألدر عادي بالضوء. من اجي اسوي اكزامن للهومو اكزايتد ستيت مع وياي، سويت اكزامن مو انا هنا الا ضوء، يلا شو اسوي؟ هومو اكزايتد ستيت. هنا ما قلنا نو رياكشن، سوالي 4 زائد 2 طلع لي ناتج. بس حلق السلاسي ويا حصلت مزدوج، حلق السلاسي وحصل مزدوج، واضح؟ هنا غيرته صار عندي بالضوء، صار عندي حلقه 8، واضح؟ هسه واضح شباب؟ واضح؟ إذا أقول 4 زائد 6 يعني شنو؟ هكساتراين، يعني إذا أصرت 4 وصل، طبعاً أقدر أبدل أقول 2 زائد 4 يعني أكين زائد داين، واضح؟ 2 زائد 4 واضح هسه؟ واضح؟ هسه راح ناخذ فشي اسمه سيجما تروبيك ري أرينجمنت، سيجما تروبيك ري شنو هو السيجما تروبيك؟ بالجدول التخيل قلنا ها هنا قلنا سيجما تروبيك وري ارينجمنت، ري ارينجمنت شنو؟ اعاده ترتب، اعاده ترتب.
احنا ماخذين عاتره شوب هوايه. تذكرون عاتره شوب بال الكامبوكيشن الموجب يترتب من الاول على الثانوي على الثالث يساعد اكثر استقرار صحيح؟ يروح ثلاثة او من الثانوي على الثالث مباشر ليش؟ او من الاول على الثالث مباشر ليش؟ حتى يعطي اكثر استقرار. هنا من رحنا ذاك الجدول اذا تتذكرون قبل شوي ذيك المحاضره قلنا سيجما تروح سيجما تزيد وباي تروح، اثنين سيجما تروح اثنين باي تزيد او بالعكس. هنا لا عندي عصره تنقص ولا عصره تزيد، يعني ما معنى ايش راح يصير؟ راح يصير عندي انتقال من مكان الى مكان اخر. ها طبعا هاي الضمن غلق ممكن فتح. ليش راح يختلف عن الكروسايكليك؟ ان هو لا بي زياده ولا بي نقصان. باعوا يعني سيجما تروبيك ري ارينجمنت ماست شنو؟ انهيرتلي ريفيرسبل اوف اول بيريسايكليك ريأكشن. سينس ذير از نوت نت تشينج ان ذا نمبر اوف سيجما اند باي the position of the equilibrium depend on the relative thermodynamic and kinetic stability of starting material and product. يعني هناك انه راح يصير عندي شنو؟ توازن بين هذا الناتج وبين من؟ بين الناتج الاخر، عندي توازن بين هذا الناتج وبين الناتج الاخر، اللي هو ايش راح يعطيني؟ شوف راح ريليتف ثيرمودايناميك كان ستابلتي اوف ستارتنج ماتيريال اند برودكت، اللي هو اما يعطيني ناتج او يرجع لي وين؟ على ستارتنج ماتيريال. هنا شنو؟ نوت نت تشينج ان من؟ ان ذا نمبر اوف سيجما اند باي، قلنا صفر لا زيد سيجما ولا زيد باي. حتى بس نقارنها فرق عن الكتروسايكليك شوي. مرات راح اشوف شويه من الشباب الكتروسايكليك. بالسيجما تروبيك ري ارينجمنت راح نشوف ثلاثه ثلاثه، واحد اثنين، واحد اربعه، ها معناه شيفت. واكو شيء اسمه هايدرايت شيفت، واكو شنو؟ هم مثل شيفت، مجموعه كلها تنتقل. واضح؟ يعني ممكن الهيدروجين وينتقل، ممكن شنو بعد؟ مجموعه هاي كلها تنتقل. هسه سيجما تروبيك ري ارينجمنت ار كلاسيفايد از ام ان، راح نشوف شنو الام وشنو الان. واضح؟ احنا هسه كلهن تقريبا قسمناهن باستثناء شنو؟ الالكتروسايكليك. الالكتروسايكليك ما شفنا اما يتضمن غلق او فتح، اما نقول اوبن رينج او كلوزر رينج. بالسايكلوديشن هسه شو اخذنا؟ قسمناه 4 زائد 2 2 زائد 2 4 زائد 4 6 زائد 4 6 زائد 6 تعتمد على شنو؟ على عدد العناصر المزدوجه المن الداخله ويا من؟ ها؟ اللي 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 داخله بالسايكلو اديشن. كلاسيك ما تروبك نفس الشيء، هم راح نعطيك كلاسيفيكيشن يعتمد على شنو؟ على شفت اللي يصير من هالمكان الى هالمكان. ونقول عليه ام ان، هسه راح نشوف شنو الام؟ وباء بين قوسين. بين قوسين. واضح؟ هسه ام ان سيجما تروبك وير ام اند ان ار، انتبهوا وياي ار. ذا نمبر اوف اتوم. ذا نمبر اوف اتوم ان ذا فراجمنت in between where the sigma bond break and form. يعني هسه التفاعل راح يتضمن كسر عصره شنو؟ سيجما وتكوينها، ما راح تنقص وتزيد. انا عدد العواصر توتالي ما نقص عندي، عندي 10 بقت 10 بس شنو؟ راح تنكسر منها وتصير وين؟ وتصير مكان اخر. واضح؟ فهنا راح انطي، انتبهوا وياي، انتبهوا وياي. شوف حيل قريب على السيجما تروبيك. سيجما تروبك مو عندكم هيك تقريبا كانه ري ارينجمنت صحيح ولا لا؟ سيجما تروبك مو تنتقل اصلا منا ومنا، ما شفنا بالسيجما تروبك صار تذكرون هاي الاصلا هيجي من نقلناها وصارت الحلقه بالعكس منا وهي صار منا صح ولا لا؟ بس شنو هناك؟ صار بي زياده ونقصان بيش؟ بالسيجما وبالبايبول. هنا لا صار عندي زياده ولا صار عندي نقصان، راح تنكسر المكان تنفتح من مكان اخر. انتبهوا وياي هاي هسه اصر شنو؟ مو اصر عفوا، هذا ها ها مركب بعصرتين مزدوجه وين؟ هسه هذا هكسان هكتان لو شنو؟ هسه 1 2 3 4 5 6 7 8 هكسين هكتين شنو؟ اوكتين. مو هذا شنو؟ اوكتا داين اوكتا داين. باعوا وياي
هسه هذا المكان واحد واحد، هسه القسمة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، انتبهوا يعني. هاي العصرة وين اجتي؟ اجتي هنا انكسرت، وهاي وين اجتي؟ غلقت هنا، وهاي انغلقت. انتبه سوالي هسه هذا ميثان، ميثان روبان بيوتان بنتان مو هكسان، هذا باب نفس هاي عصرة السنة صار عندي، صار عندي لي ارينجمنت وين؟ بهاي العصرة سيجما كانت هنا صارت هنا، واضح؟ لا زادت عندي عدد الاواصر، بقت الباي، بقت شنو؟ نفسها. والعافية انتقلت، صار عندي من هذه هسه بونت منا، هسه هو اخذ مكان انكسرت فيه ومكان دخلت فيه، فيقول ثلاثة ثلاثة يعني طلعت من هذه ثلاثة وجت وين؟ فهمتوا؟ حتى اقول لك العصرة هاي السيجما تكلت منا وصارت هنا، بس خلص تهموا تكلت من هذا المكان تكلت من هذا، واضح؟ بس صار عندي شنو؟ ري ارينجمنت. انتبهوا وياي هسه هذا، انتبهوا وياي هسه سيجما تروبيك ار كونسيلي ديسكرايب باي ان اوردر تيرم، هذا اللي هو ام او ان نفس الشيء، which is defined as the migration of sigma bond when adjacent to the to on or more by system. تبع هذا المثال واحد اثنين ثلاثة، هاي ايش قد؟ واحد اثنين ثلاثة مو؟ وعندي ثلاث اواصر هسه هذا، وهاي ثلاث اواصر. شوف هذا طيب رقم واحد، وهاي ايش قد؟ رقم ثلاثة. انتقلت هسه هذه الاتش هي ويا من؟ وين؟ هنا انا، وهاي العصرة اجتي هنا انا، صارت عندي باع هاي الاتش، انتبهوا لها هسه هاي واحد اثنين ثلاثة، باع واحد اثنين ثلاثة، هسه مو كانت هيدروجين وحدة؟ صارت هنا، شو انتقلت؟ شو اقول؟ واحد ثلاثة سيجما تروبيك، واحد ثلاثة، هسه انتقل لي الهيدروجين من نار دخل لي هنا، والعصره وين صار بيها؟ فانا ايش قد بقت عندي؟ كم عصره مزدوجه عندي هنا؟ وهنا كم وحده؟ كم هيدروجين؟ نفس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فصار عندي زيادة وصار عندي نقصان، زي يصير عندي بس مجرد ري أرينجمنت. انتبهوا وياي على هذا، من أقول واحد خمسة يعني وين؟ يعني ذاك الواحد انتقل وين؟ هذا انتقل للخمسة. باء انتبهوا وياي، اقول ثلاثة ثلاثة، انتبه. شوف هسه هذا اختلاف. هسه واحد اثنين ثلاثة، وهذا واحد اثنين ثلاثة. هذا انتقل لهنا، وهذا انتقل لهنا. سميناه، انتبه. سميه ثلاثة ثلاثة، انتقل من الثلاثة للثلاثة. يعني هو ثلاثة وانتقل غير مكان، والآخر انتقل للثلاثة. واضح؟ بس نفس الحالة ما صار عندي شنو؟ ما صار عندي اختلاف بالأواصر اطلاقا، ما صار عندي اختلاف بالأواصر اطلاقا. هسه نفس الشيء، سيجما تروبيك واحد ثلاثة، سيجما تروبيك ثلاثة ثلاثة، سيجما تروبيك واحد خمسة، واحد سبعة، واحد ستة. هناش تتوقعون ما لي علاقة هسه بالناتج بذني، بس تتوقعون حتى ينتقل لازم شي يصير؟ الأوربيتال المنتقل هذا غير بي اوربيتال بي، حتى ينتقل اوربيتال بي لازم شو يصير بي؟ هم نفس الشيء، لازم نفس الفيس. ايه فهمتوا؟ هسه كلهن كلهن شنو؟ يتفقن بانه لازم الفيس شو بي؟ متناظر لايك فيس، واضح؟ هسه باعوا وياي ثلاثه ثلاثه سيجما ترولينج. انتم يمكن ماخذين كوبري ارينجمنت. انا اعطيتكم اياه شنو هذا الفايكرس الاول. هذا مثال لثلاثة ثلاثة ريارنجمنت، ثلاثة ثلاثة سيجما تروبيك اللي هو سيجما تروبيك ريارنجمنت اللي هو كوبن دكليزن ريارنجمنت، مو اخذتوا الدور كليزن ولا ار ذا ماست وايد ليوز سيجما تروبيك ريارنجمنت. انتبهوا وياي يعني. هسه عندك واحد خمسة هكسادايين، واحد خمسة هكسادايين، تبع الريارنجمنت، هاي العصرة جت هنا وهذا اجى هنا، صار عندي
هاي هسه فتحت صارت أسرة مزدوجة وهاي جت أسرة مزدوجة هاي قد صارت هسه شنو الفرق هذا عن هذا؟ نفس الفكرة مال الإلكتروسايكليك بس الفكرة شنو بالإلكتروسايكليك؟ عندي زيادة ونقصان بيش؟ السيجما والبار هنا ما عندي لا زيادة ونقصان لا بالسيجما ولا بالبار فضع بار لا سيجما ولا بار تبع على هذا شوف لي هذا 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 شو يسميه كوبري ارينجمنت كوبري ارينجمنت هذا تيبيكال سيملس كوبري ارينجمنت اللي هذا التفاعلات خمسه داين تطلع ويا هاي امثله للكوبري ارينجمنت هسه واحد الى ان احنا مو سمينا هسه اعطيتكم طريقتين للتسميه سمينا واحد ثلاثة اكو تسميه هذه الام ان اللي عام واضح الام ان عام يعني ما محدده واحد من هالمكان واضح الام ان عام يعني هاي الاصل تقرأ من يعني اكو ثلاثة بس اكو تسمية نسميها واحد ان للهايدرايد فقط اللي هو يتقل شنو هو الهايدرايد اللي هو واحد ان هايدرايد يعني انت بثبته من هالمكان واحد وين راح ينتقل هو ان واحد خمسة واحد ثلاثة واحد أربعة واحد ستة واضح؟ This reaction hydride is moved from one atom to another atom in the molecule. هنا بس الهايدرايد هسه عندنا كم تسمية؟ هسه هنا من قلنا ثلاثة ثلاثة تبو وياي هذا. هذا ما مو هايدرايد منتقل عندي. مو هايدرايد. فهمتوا حتى تستخدمون التسمية. التسمية هسه انقسمت عندنا قسمين. يعني اكو شيء ثابت واحد واحد. هسه هنا باعوا هاي هذا مثال تبيكال هذا واحد ثلاثة واحد خمسة هنا صار عندي الهايدرايد انتقل من واحد واحد خمسة هذا اسهل شيء هنا ما انتقل عندي هايدرايد تبو هنا عاصرة مزدوجة جت هنا وهاي عاصرة مزدوجة جت هنا هنا تبدأ انتقل لي عواصر شطيتها غير تسمية اللي سميناها شنو هذا ام ان سيجما هذا الام ان واضح؟ من نشوف واحد ان يعني شنو هايدرايد من اقول ام ان عواصر فهمتوا هسه الفكره؟ حتى ما يصيركم كونفيوز. هسه ال1 ان هايدرايد شيفتس ان ذيس ريأكشن هايدرايد وين راح يروح؟ از موفد فروم ون اتوم تو انذر اتوم ان ذا مولكيول راح ينتقل من مكان اخر وين؟ بالمولكيول اللي هو شنو هو؟ هايدرايد. انتبهوا وياي من اقول 1.7 شنو؟ هايدرايد شيفت يعني شنو؟ يعني عندي هايدروجين انتقل من مكان واحد للسبعة طبعا عندنا أمثلة بنفس التفاعل تجيبها تلقى بي انتقل صار عندي سيجما تروبيك والكترو سايكليك ورجع سيجما تروبيك صار لي سايكلو هذا الشيء واضح؟ يعني نفس التفاعل أكثر من خطوة واحدة سيجما تروبيك واحدة الكترو سايكليك بغير مكان واضح؟ انتبهوا وياي شوفوا هذا فيتامين دي هذا فيتامين دي واضح؟ وهذا باركالسيفوريل ما اعرف المهم هذا المركب اذا يصير به هايدراي شيفت من 1.67 شو يصير؟ يصير فيتامين دي انتبهوا وياي طبعا هذا مثل شيفت وليس هايدراي شيفت زين؟ اكوردنج ذا فاينل هذا بالاخر انتبهوا وياي شوف وين صار عندي الانتقال هسه؟ بالحلقه الثانيه هذه مو؟ باع المثل وين راح؟ وين ايه عفي وين؟ منين جتي هسه؟ منين صار الانتقال؟ من هذا الخط بين الحلقتين للمثل صار عندي هاي الآصرة تكتب بالحلقة الأولى آصرة مزدوجة هاي؟ وهاي شنو؟ لا هاي الحلقة الأولى كانت ماشي ما لا مو هسه بس انتبهوا هاي واحد اثنين هاي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هنا آصرة آصرتين انتبهوا هنا ما عندي ولا آصرة هنا عندي اثنين وهنا عندي ايش قد؟ واحد اثنين ثلاثة، هنا ايش قد عندي؟ واحد اثنين ثلاثة. هسه بس حتى انتبه. التغيير وين دا يصير؟ بهذه هنا. واضح؟ بهذا هنا صار عندي شيفت منين؟ شيفت منا وين؟ لهنا، شيفت منا لهنا. واضح؟ يعني هاي دخلت هنا، هاي بس انتبهوا هاي دخلت هنا وياتها.
وهاي دخلت هنا وهاي وين صعدت هاي سمينا هاي عطريك هاي هاي شفت واحد سبعة رقمناه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هاي العصرة منا لهنا جيل سبعة فكنا راحت من واحد إلى وين إلى سبعة من واحد إلى سبعة باع وياي هسا هذا أمثلة بكم هاي أمثلة باع وياي هسا عندك عصرتين ثلاث عواصر كربون ثلاث كربونات وعندك هذا هاي المجموعة حتنتقل انتقلت هسا هذه الجي منين هسا اعتبرها رقم واحد إلى هذا قد صار رقم ثلاثة هذا واحد ثلاثة واضح انتبهوا وياي واحد خمسة انتقلت هاي وين من لهنا صار عندي كأنها ريارنجمنت صار واحد خمسة هسا هاي تجي اما هاي درايد او شنو مجموعة الكيل هذا حتى نقول واحد هيدل واحد هيدل واضح هسا هو المتابع هذا للبيري سايكلينج صح ولا لا تابع للبيري سايكلينج كل لازم شنو نسوي اكزامن حتى يصير تفاعل ولا حتى يصير انتقال نسوي اكزامن لمن البي اوربيتال انتبهوا وياي هسه هاي العاصره هذا البي اوربيتال مال اول كربون هذا الثاني ما واضحه ليش؟ لان التدخرس لازم وين يصير؟ ما نحتاج لازم تدخل تدخرس هنا واضح؟ انتبهوا وياي شوفوا الهومون الباي زائد واحد انتبهوا وياي هسه هذا واحد ثلاثه واحد خمسه انتبهوا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهذا واحد سبعه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سبعه زين هسه بهاي الصيغه تتوقع يصير التفاعل ولا لا؟ ليش؟ اي مو لايك وهذه انتبهوا هسه هذا بالسوبرافيشال مايجريشن اوف هسه هذا الهيدروجين واضح؟ هذا الطابه الهيدروجين ينتقل من هنا لهنا ما يصير يعني هنا هماتين راح يصير ممكن بالضوء ممكن بايش؟ بالحراره الواحد خمسه صار واضح؟ لا وهذا واحد سبعه انتبهوا وياي شنو هو؟ لو بس تضبطوا لي هاي الهومون لو شلون؟ ساعدكم زلط على الموضوع زين؟ هسه واضح؟ هذا بايش؟ سوبرافيشال هسه هذا واحد خمسه هيدرايد شلون اتقل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الهيدروجين طلعت منها جت وين؟ هنا شبعت الأسرة صار عندي جت أسرة هنا أنا ما صار عندي تغير بالأسرة هسه أسرتين مزدوجة شو ما عندي هيدروجينات كعدد موجودة نفسها واضح؟ هنا صارت اثنين صح صارت اثنين بس هنا زاد واحد وقت ثلاثة واضح؟ هسه شوفوا وياي يعني. هسه هذا الواحد ثلاثة قبل شوية شفناه شنو فوربيدن شو راح يصير اللاو انتبهوا وياي سوبرافيشال مايجريشن اوف ار هسه هنا الار مو الهايدرايد هسه باعوا وياي هسه بالهايدرايد ما صار بالهايدرايد واضح بالار اللي هي شنو الار مجموعة كلية انتبهوا وياي صار allow with inversion of configuration بالواحد خمسة يعني أنا هسه هنا الهايدرايد بالواحد ثلاثة والواحد خمسة صارت ليش؟ لأن ممكن يتداخل منا أنا هو متداخل أصلا من هاي الكربون وممكن يتداخل منا أنا بعض هنا allow with inversion هنا allow with retention of configuration انتبهوا وياي هنا allow with inversion of يعني معناه هنا superficial migration of R بهاي الصيغه راح يصير ليش؟ لا لان هو هذا الفص ممكن يستخدم هذا الفص ممكن يستخدمه بالانفيرشن وبايش؟ بريتيشن واضح؟ واضح؟ شو هذا مثال للسيجماتروبيك لارجمنت اوف كربون باع وياي
واحد ثلاثة سيجما توبك ريجمنت اوف كابل ريكوايرز انفيرشن اوف كونفيجريشن اباوت اكيرال سنتر. هذا المن شنو اكيرال سنتر؟ ذات كابل بيها شنو؟ اربع مجامع مثلا. انتبهوا يا شوف هسه صار عندي بس لازم شو يصير؟ هسه هنا انفيرشن هذا الانفيرشن اهو هذا الانفيرشن هسه هذا conversation of functional orbital symmetry is useful in concerted reaction. هذا مثل خلاصة علمه الكل اللي أخذناها. تبهوا يعني بالإلكتروسايكليك رياكشن ستيريو كيمستري كونتراتيري شنو ديسوكتري بالثيرمال شي يصير هومو وبالفوتو كيميكال الإكزايتد ستيت مال الهومو بالسايكلو اديشن سبرا وسبرا سبرا اللاود والفوربيدن اللي هي هاي سبرا وشنو بعد اسكو شيخنا سبرا فيشر وانترا فيشر واضح وصار بيها بالثيرمال لومو والهومو وبالفوتو كيميكال نفس الشيء هي هم هاي هومو والهومو بس احنا هنا هم الهومو اكزايتد ستيت هسه بالسيجماتروبيك لا شوية تغيرت سيجماتروبيك سبرا فيشر اراو اور فوربيدن تعتمد على شنو؟ retention or inversion of configuration. Retention or inversion configuration. واضح؟